مرحبا، نكمل الجيم نشوف اننا نصل اليوم. طبعا هلا قربنا نفوت على اللي هو العالم الحروب العالميه. هلا نحن بالحروب العالميه رايحين على الحروب البارده، فنحن هلا بنحاول انه شو انه نجيب قد ما فينا مصاري. هلا في عنا كتير ريبلز عم يحاولوا انه ينقلبوا علينا، اللي هي مو قضيه بالنسبه لي الصراحه، لانه ريبلز اذا فيك تطلع هون ريبل ثريت ميديوم عم يقول لك في عندك اثنين واحد اثنين بس ريبلز، الجيش بيقدر يتصرف معه ما له مشكلة ابدا. وهلا عم نشتغل على انه نطلع مصاري. بدنا نشوف الاقتصاد تبعنا كيف. هون مثلا 16000 وهون 15. على الاغلب اللي حنعمله هو انه بدنا نجيب فلوس ونصرفها بشكل انه نجيب شو اسمه هذا، نعمل نحسن الاقتصاد. كيف بدنا نحسن الاقتصاد؟ نشوف في عندنا كذا شغله ممكن نعملها. في مثلا هون الفيشرمان، هذا بدنا نعمل له الفيشنج دريتش مشان نجيب الشلفش. في عندنا هذا هون في قلبه فلوس، بس الفلوس هي ما عم تنشال لانه القارب عم بيطول. هلا كان عندنا علينا حصار من الامريكان، واللي هو مو مشكله. هلا هون حيجيبوا الفلوس. ايوه هلا هيك المفروض انه نطلع بالبلس. لم نطلع بالبلس يس، لانه اجت تكاليف الشهر. طيب خلينا نعمل سبيد اب. ما بدنا نفلس كمان مره يا جماعه بليز. يلا هلا في حل تاني. هلا في الفلوس تبع البنك السويسرا ممكن نستعملهم. فجر البركان، فجر البركان والحالة حالة. طيب إيفاكيويت أراوند فولكين، بعد الناس من حوالين الفولكين، وما بدنا حدا يموت ولا حدا ينسى ولا بدنا تكسير. طيب هون شغالين عم يلموا الأغراض. أنا عم فكر إنه ممكن لو حطينا الدوك بهي الجهة حنوفر المشوار اللي عم يلفوه هدول، وهذا البايرت شيب جاي وجايب معه مهمات. طيب هذا ريكوست كومبليت ريسكيو ريد، حاضر مشان ناخذ 2000 دولار على بنك سويسرا. رح نجي هون ريدز وحنقول له اعمل لي ريسكيو ماني. بالنسبه للسكان في عندي 11 فيكنت جوب، يعني في عندي مكان كتير للناس تيجي تشتغل، واللي هو هلا بيزبط اموره. طيب هون الاميجريشن اوفيس حاطينه اوبن دور، الثياتر شغال، الامبسي تمام، ممكن نطلب منهم مساعدات. هلا هنين 100، انا تمس نطلب منهم مساعدات، خلينا يساعدونا ليش لا. طيب خلينا نعمل ستوب ثواني، واللي حاعمله هون هو هدول رح ارفعهم ل انكريس تو سكند شيفت. الفكره هي هلا المشكله ما قدرت اعمل غير وحده. هذا حيحط وظائف زياده بهذا المكان، فالعتالين حيزيدوا، فالشغل اللي هو ينقلوا الاغراض حيكون اكثر. حلو، هون في غزو من الحلفاء. طبعا اجت الدبابه هي، شايفين محلاها المدرعات. حتى لو قتلوا لي جنودي عادي بنطلع جنود غيرهم. فيكن جوب 18، بدنا نشتغل شوي على موضوع نص الاكل. طيب بروكر فينا نستعمل الفلوس هون، ممكن اصرف 2500 لاخذ 2000. ما بعرف اذا هذا الشيء بيفيدني ولا لا. حاعمل انلوك لوحده من هدول لحتى شو يصير عندي اوبشنز اكثر لحتى اجيب فلوس. طيب لحد هلا الامور ماشيه. هون في 22000 واقفين بالدوك. على الاغلب اللي حيصير انه الدوك تبعنا حيجي هي الجهه، لانه شايفين كل القوارب عم تلف من هون وتعمل هي اللفه، فهيك بصير اسرع الشغل من هون. طبعا حنضطر انه شوي ننقل كم شغله لهي الجهه، بس مو قضيه. حلو هلا هون خلينا نعمل بوز، حنشوف اذا فينا نحط الدوك هي الجهه. دوك حقه 69، ما معي حق، ننتظر كمان شوي. طيب خلينا نوقف ثواني ونعمل هاد، نعمل له ابجريد. حلو هدول كلهم صاروا ابجريدد، فهلا صار هون في كتير وظائف لعتالين، فاللي حيصير انه بس يتعبوا حيصيروا ينقلوا الاغراض بسرعه.
فكل الشغلات المحطوطه بالمستودعات هون وهون وهون يعني حتجي تنجاب اسرع. هون عم يقول لك النيكل قليل. هون هذا الماين فيه نيكل بس بده حدا يسكن هون. طيب هلا كله هذا بيتظبط. خلينا نكمل شوي. هاي صعوبة اللعبة، انت عم تعمل اقتصاد بس اقتصادك مع الوقت بيضرب، بصير بينخفس، الموارد بتخلص، الأسلحة الأشياء بتخلص. هون مثلا شو أخبار هاد؟ The citizens are demanding elections, President. It seems that they want a choice in how they are ruled. I will deliver a speech. أنا بقول في عنا مشكلة بالطبابة حتنحل. في عنا الكابيتالست زعلانين بس لازم ما يزعلوا لأنه هن جزء من مسيرة التنمية. حنتهم الحلفاء لأنه بضلوا يغزونا. وفينا نوعد إنه نظبط شغلة من الشغلات. أنا ما بعرف إذا فينا نظبط شيء فأنا حأعمل nothing. ما في داعي نوعدهم بشيء. طبعاً أنا هون عامل الدستور تبعي إنه بس موظفين الحكومة هنا اللي بيصوتوا لي بالغصب. طيب. يلا أسرع. You say there are not enough doctors to label all the illnesses, but soon everyone will know the names of all. حلو خلصنا التجارة وهذا المفروض إنه يعطونا شيء. رح نبيع كول لا كوتون لا فايرووركس فيش ممكن نبيع فيش وسعره 77% يعني حنعمل عقد كبير. حلو You ask how much you are to be paid. اعطيني immigrants. Questioning intellect is to be respected, President. خلي يجيب لي ناس يسكنوا عندي بالجزيرة. طب في عنا هون تريد كمان فاضي. خلينا نشوف شو ممكن نعمل. Sort by deviation. اي احسن. وول. احنا عنا وول. عم نبيع وول نحن اصلا. شو كان عندي هون؟ هذا كاتل. شوفوا في بيوت صار في عنا هون بيوت فاضي فبدنا نشوف شو قصة البيوت. لا ما عنا وول. خلينا نبيع تباكو او سيجارز صح؟ بنينا احنا وقت السيجارز فاكتوري؟ هون لا هون لا ما اظن بنينا السيجار فاكتوري فنحن ممكن نبيع التبغ. يس تبغ نبيعه بالسعر عادي ما بدنا كتير نعليه. اوكي هاد ما حنتعامل مع الالايز الحلفاء وهيك حيأخروا لنا شوي يصفوا لنا النتيجة. عبي لقلك عبي عبي فلوس وقف. طيب هلا نعمل الدوك وعلى السريع قبل ما تصير قصص حنحطه هون وحنجيب له خط. Building is in the way. هذا الاويل. طيب تعرف انا اسف ما في شيء اسمه in the way. يلا الاقتصاد بهم. الاقتصاد يطلب منكم تضحيات. تعا هيك. هات لنشوف فينا نعمله مرة تانية. اويل ويل ما عنا فلوس نعمله. طيب مو مشكلة. وهون في منجم ذهب. خلينا نعمل هون منجم. نطلع الذهبات. طيب شو عنا كمان؟ في هون منجم حديد اوريدي عم يتاخذ منه. منجم الذهب هذا شغال. منجم النيكل اللي هون. فينا نبلش يطلع لفوق ونبلش نشتغل فوق بس ماني عارفان اذا مستاهل ولا لا. خلينا نعمل نتصل بس شوية مصاري ونعمل شيء جديد هو انه ناخد لازم نعمل اقتصاد جديد يعني ما حيمشي الحال هيك. طبعا لحتى نعمل اقتصاد لازمنا ناس. هلا حاليا عندي ناس كتير فبنشوف شو بدنا نظبط الوظائف بس قول هلا حيفتحوا هدول اثنين حيروحوا الوظائف.
طيب هدول عم يهاجمونا مره تاني، خلينا نجيب لهم الجيش. عم فكر حط هون بارك بس يصير معنا مصاري. طبعا هون المعركه شغاله، وهذا اخضر معناته عم نفوز. حلو، لحد هلا امورنا رواء. ريبل ديتكتد لو 7000، ما في مشكله مصاري هون. هذا مخزن فلوس، هذا حنشيله خلص. ما له طعمه انه نحطه هون، خلص واحد هون وهو بيشيل كل الفلوس وبصير الرحله اقرب، فبصير بيعبي اسرع، الكاش فلو بصير احسن. مرات بتمنى انه اللعبه هي اسرع شوي من 4، يعني احنا هلا هيك على 4. اعطيني 5000، شكرا. اوكي هلا صار عنا فلوس، صار كولد وور. اوكي دخلنا بعهد جديد. هلا عهد الكولد وور هو انه في عنا الروس او اللي هن الايسترن بلوك والويسترن بلوك، اللي هن امريكا والاتحاد، هذا الناتو اعتقد اذا ماني غلطان. هون الكابيتالست هذول عدي، ريليجيوس ميليتاريست انفايرمنتاليست اندستريالست. هلا بده يصير عنا عراك بين الكابيتال تبعون البيئه وتبعون الصناعه. طيب هون energy efficiency decrease the power consumption of industrial building but decrease efficiency and their pollution by 5%. keep انا بقول هذا كويس. increase the pollution by 75 وincrease decrease the efficiency by 10. بس حيزعلوا مني الصناعيين اللي هو مو مشكله من راضيهم. separation of powers البريزيدنت اوكي سيتيزن اكشن كوست ديكريز باي 90% اكسبت برايب جلوبال ليبرتيز ديكريز باي 5. انا بقول ماشي، هي اللي هي الاوامر انه انا مثلا اعتقل هاد اغتالوا هاد كذا من القصص هاي. طيب هلا بهذا العصر حيكون عندنا تريد جديد، فخلينا نشتغل عليه. راح نبيع، شو بدنا نبيع؟ رم بيع، وحنبيع. نحن عم نشتغل مع الروس يعني، هذا اللي عم حاول ركز فيه على كل على كلنا. طيب حنبيع كمان، بتعرف حط هذا هيك عشان نشوف البيع احسن. طيب هون logs planks canned goods banana boats milk، لا ولا شيء من هدول، انتظر شوي. We are receiving news that surprisingly organized vandals have damaged civic buildings in Torpco. لا لحظة، ديمولش هاد. هلا هيك حينجبروا كلهم يروحوا هذيك الجهة. أنا بقول ما في داعي نخرب التصويت، الناس عم بتصوت لي بكل الأحوال. هي أصلا الانتخابات نفسها شريفة ونزيهة من الأول. إجوا الريبلز. هذول انفصاليين حابين يجوا يعملوا قصص. والله اول كتيبه كانه حتموت، معقول؟ كل اجى الدعم من غير مكان. طيب غريا ديفيتد، حلو فزنا وانتصرنا بالانتخابات وامورنا رواء. هات لك هلا حنعمل حنبيع الكون، معلش نبيع لاثنين عادي، شو المشكلة؟ ونبيع ل كوكو سيجارز كانت جودز بوتس بنانا، ما عندنا ولا واحد من هدول. ننتظر شوي، خلينا نشوف بوليتكس هون. البريزيدنت كلوب فينا نضيف واحد جديد، هون عندي كومينست وميليتاريست، معناتها نضيف الاندستريالست مشان نرضيهم شوي. Building construction does not decrease. هذا عندك هون شغلات. حلو. طيب هون propose successor build whatever build construction does not decrease standing of militarist free edict does not. اوكي هذا حيعطيني شغله. Does not request any demands.
parental opinion, Tropicans arriving at Tropica have a higher chance of being a member of Militarist. Okay. Shared suffering, corruption and less impact on freedom and crime safety. هاد الكومنس. طيب وهاد surplus plus هاد forever keep this adjustment, it can only be changed when there is a new faction leader. طيب ماشي حلو. هلا هون صار في اكل, صار في غراض اكثر وصار اقرب المشوار, فالمفروض انه الشيء هذا يزبط المصاري شوي. طيب تاسك اكسبورت كارز, عندنا مصنع سيارات نشتغل عليه. اكسبورت شيلفيش يس, كومبليت ريسكيو ريت شغالين عليه. طيب تريد حكينا مره ثانيه, خلينا نجرب, انا منتظر لاخر الشهر. هلا لاحظوا لسه ما عملنا شيء بالسويس ماني, بس مع الوقت بيزبط. بدك تنتظر عليه شوي. طيب شو لازمنا؟ لازمنا نحط شوية مباني هون حتى يسكنوا فيها. خلينا نشوف شو وضع البيوت. هوم للسيتيزن 39. في عنا بيوت كتير فاضي وما حدا عم يسكن. We finally have a chance to demonstrate your unlimited greatness to the world. I am so excited. Borrow a major landmark, establish a tropical paradise for tourists. The greatest. حلو. طيب هذا هون, هون عم نتأكد من كم شغلة. Fulfill import trade route. بدنيانا نشتري منهم. أوكي بشتري منكم ما في مشكلة. هاي خلصنا هلا هون. Reinforce your armies, President. We have enemies to our right, insurgents on our left. Have a nuclear program. Below and pterodactyls above. Who knows? Like فكرة. Through the fourth dimension to attack us right now. Oh, have a mausoleum. Battle when you should be battling for the workers. هات نعمل مausoleum. خلينا على الشيء الأسهل. Trade. حنشتري من ال Eastern Block شغلة. هنشوف شو هي بس. تويز مثلا, نشتري تويز ونحطهم. ما معنا فلوس, ما فينا نعمل تويز لحتى نجيب مصاري. طب هات لنشوف شو وضع البضاعة هون. لا هدول شغالين وعم نجيب الغراض, بس يعني لازمنا شيء يزبطنا. طيب خلينا نحط الايسترن بلوك بالسفارة. هي السفارة عنا فاضي فحنحط الايسترن بلوك هون لحتى شو نبني شوية سمعة معهم, بصيروا بيجوا بقى بيساعدونا بعدين. هذا الدوك 13,000. المفروض السفينة الثانية ليك صارت أسرع من هي إنه يروح هيك ويلف مشوار. The palace today announces a new mascot, Hermano Mayor. He is big and he's your brother. هون في عنده offer, free wheels. هي edicts ممكن ناخدها بس ما بدي إياها. نعمل trade, نرجع هون نجرب. Banana, cheese, cigars, coffee, iron, meat. Sign contract. Tobacco, yes. ما عندنا trade license اللي هو fine. هلا هيك شوي عم نشتغل. The price of all luxury goods is decreased by 15%. فأي شيء عم نبيعه كماليات نزل سعر. أوكي. أظن اللي لازم نعمله هلا هو إنه نبني شيء نستفيد منه كفاكتوري. فعنا ممكن نعمل اللي هو الكانري لحتى نحول السمك واللحمة لمعلبات. هذا بيسع هون؟ لا للأسف. فينا نحطه سموير هون مثلا. في عنا شرطة هاي الجهة. هذا هون بيسع؟ لا. عم نشوف له محل هون. ايه يلا. هلا هذا المفروض بياخذ الفواكه والسمك والقصص هي بحولها لمعلبات. حنبيع المعلبات فهذا الشيء المفروض يدخلنا دخل كويس. طيب اللي بعده, هذه المنطقة هون بدنا نعمل فيها سكن او شيء. تعطونا فلوس؟ بدنا فلوس.
لا بتاع انت. Shared suffering. Corruption has less impact on freedom. Yes. وهون mercenary service. Yes. هذا بيوفر بيوفر فلوس هدول. اجوا ال اجوا هدول الانقلابيين. طيب القريع بيلد كاثيدرال ولا موفي ثياتر؟ كاثيدرال معلش. طيب بدنا الفلوس بس، ما هي المشكلة. لما نشتغل على صناعة السيارات كمان، إذا جينا هون قلنا بدنا نعمل سيارات تمام، بدك ستيل وربر. فهلا بدنا نشوف وين بدنا نجيب ستيل. ستيل موجود بالمصنع، وعندنا الربر عم يطلع من هدول المزارع. فحنعمل مصنع سيارات ونزته بشي قرنة ونصير شو نصنع سيارات ونبيع. فهذا الشيء المفروض يجي منا مصاري. هدول مبسوطين. يلا اللي بعده. هلا بنشحت شوية مصاري من شو اسمهم هدول. أظن حيلزمنا من هدول شوي كمان. أوكي بعنا الرم. وخلينا نبيع اليوم الكاند جودز اللي حنطلعهم. نبيعهم لمين؟ مش كهدول بدهم. تبا لكم. حنبيعكم سيجارز. حنظبطها هلا. هذا امبورت تريد. ما هو ما معنا فلوس كان. طيب تعا انت. هذا انلوكس بعدين. هذا سند ديليجيشن ما بدنا هلا، خليه شوي. والله اشتغلوا اسرع. طيب شو اخبار هذا المصنع؟ المصنع هذا بده كهرباء. فصار لازم نصنع شو نعمل اللي هو محطة كهرباء. محطة الكهرباء حتكلفنا مصاري خير الله. فأنا شو حعمل بهذا؟ رح أعمل له أطفي. كيف كنا نطفي؟ إجوا القرية مرة تاني. ليكن ليك شو زراف. هذا الزر. Presidente, there is a build a night club. حاضر. بس لازم نظبط المصاري أول. لا يوجد فلوس. لا يوجد فلوس. شوفوا يا جماعة البلد مو مفلس، بس عندنا ديون. هلا ممكن نعمل هاي الحركة. هاي. لسه ما عندي اياها بالمودرن تايمز بتطلع. فيك تطلع فلوس. بين الكولوني ناخذ 100 دولار بالشهر. بصير بيجينا ناس وكلهم مجرمين. ولازمنا شعب. طب هون عم يقول لك عندي 11 وظيفة وفي 8 بلا وظائف. روح اشتغلوا. طيب رم is no longer trending. شو أخباره هو؟ نازل سعره بس للأسف. هلا فينا نروح شو نعمل؟ هدول أظن مليانين صح؟ يعنى هذا مليان. هنعمل transport to dock. خلينا نطلع الفلوس. يعني محطوطين بالمخزن وعلى الفاضي. وهذا transport to docks. هون كله ترانسبورت دوكس. ما حخزن هلا شيء لحتى اقدر نوازن الامور. يعني ما الوضع سيء. طيب هون حنحط كاند جودز. هلا هون حيجينا كاش مرتب لانه جبنا الاسلحه اللي كانت مخزنه بالمخزن. احنا قاعدين بلا مصاري طول الوقت صراحة، يعني تعبين حالنا. يعني هلأ شوفوا هلأ الكاش. طيب هلأ نوقف
نوقف ونبلش شو نركز على شو بدنا نعمل. اول شيء بدنا اياه هو كهرباء، لازم نجيب كهرباء للبلد. حنعمل هون باور بلانت، حنحطها سموير بعيد شوي عن المدينه مشان ما نعمل شويه بولوشن ونبهدل الدنيا. هون في شيء هون لا، فنحن حنعمل هذا هون. تمام، وحنمد له الخط لحتى نوصل له لهي. هي اول شغله. بعدين بدنا نروح على الريدز بنقول له ريسكيو ميني 3 مرات، خلينا نجيب لنا شيء 20 نفر. اوكي هلا هيك هذا هون دان. اللي بعده اويل، نطلع اويل من الارض، فينا نعمل هاي هيك. اوكي وفينا نعمل اويل ريج هاي هون، هاي مفروض تجيب الاويل لهون. اوكي وفي عنا هاي كمان، لازم بقى شو خلص نظبط الشغل مظبوط. وحنعمل بلاستيك بلانتس لحتى نحول الاويل هذا لشيء مفيد. راح احطه هون وحجيب خط هيك لهون. طيب هلا هدول بنشوف شلون بدهم ينقلوا البضاعه تبعهم، على الاغلب حيجيبوها بقارب لهون. انا على الاغلب ححط هون تيمسترز بطيخه، تيمسترز دوك. هاد مثل تبع العتالين بس مينا. اوكي هلا نعطيها وقت تمشي، وهذا المصنع حنشغله لانه بعد شوي حيشتغل. وبعدين حنبلش اللي هي حمله انه نعمل بيوت. لاحظوا كل ال 80,000 خلصت، كل عام وانتم بخير. An impromptu vandalism competition ended in victory today for the Tropican Rebels as they beat the local authorities by 2 whole walls. هدول جايين الريبلز من هون. بس يا حبيب هلا بعدين بنظبط الجيش، بس خلينا نظبط الشغل تبعنا اول. 9000 صراحة جبنا الفلوس اللي كانوا مخزنين بالمخزن، بس هلا ما عاد في. Great Depression is over and that they learn from their mistakes and this will never happen again. هعمل شغله، هي هعمل ايدكس. هنبلش شو بدنا شويه بشر تجي، فحنعمل اللي هو بينال كولن increase immigration rate by 50%. بس انه ممكن منهم يكونوا هذا، هاي معناته انه هي جزيره تستقبل المجرمين، يجوا يسكنوا هون وبيشتغلوا، بس ممكن يزيد الاجرام بالبلد. هلا نحن ممكن هذا الشيء نعادله انه نحط شو اسمه نحط هذا. هلا عندنا 3 كريمنالز معروفين، وعندنا هدول الفاكشن ليدرز. بدنا نحاول انه نظبط المكان بشكل انه المجرمين هدول ممكن يمسكوا ينحطوا بالسجن. هلا بنعمل له سجن بشي بقرني نظبط الامور. طيب 21 هون، في عندنا 14. المهم هذا عم ينبنى، كله عم ينبنى وحيزبط بعد شوي. لسا عم يجوني هدول الجريز، مشكلة كل شوي بيطلع لك كمان واحد بينقلبوا على السلطة وبعدين بيقول لك ما عندنا شغل، ما عندنا وظائف. عادوا اشتغلوا انبسطوا عمى. هاي دبابة تطلع على الزريعة وبتدعسها وخلص، ما عندها مشكلة. عم يعني اقول لك ريبليون الانقلابات غير مشروعة وضد القانون. اوكي هذا هون ما في، مشغولين منهن هدول بكذا شغلة. طيب حنبيع الرم، لا بعنا رم هون، حنبيع كانت جودز مو لهدول رم. مش اذا بعنا الرم لا بنشتري لحظه، تعال نشتري بنانا من عند هذا لحتى نخلص المهمه تبعنا هي، لحتى يرضوا علينا ويعطونا مساعدات.
يون حريقة بس أكيد راح أطفوها. ما عندي فاير ستيشن. عندي فاير ستيشن، أنا بتذكر عندي فاير ستيشن. Fire is raging in Tropico. طفوه مش الحال. اوكي. مو دائما بيشتغل انه تشوف ال تشوف الهدول اللي بيطلعوا. هي اجت هي وعم تجيب البنزين. Cannot catch fire anymore. Increases upkeep by 100%. يا ساتر. بس انه ما بيحترق. يلا هاتوا هالبترول. In the tropical streets today called rebellion. However, the palace warns that without a license to play, rebellion. Don't you just love export steel? ماشي. نعمل export steel. Each one loaded with goods for export. موجود steel. Some of them even legal. Amazing. هون في فلوس. Coffee is no longer trending. مو مهم. أظن نعمل cigar factory. يا لازم. وهذا هون شو اخباره؟ هاد باور بلانت عم يقول لك كهرباء مو واصله، فنحن شو لازم نعمل؟ نعمل سب ستيشن ونوصلها بشكل انه نوصل الكهرباء لفوق. بس هلا هدول قاعدين عم يحرقوا البطيخه هون. تبا لكم. ايوه بس هيك بيطلعوا بيأمزوا مزعجين. هون حكينا الميديوم. اوكي مه. هلا هاي جزيرة ما بعرف اذا بيمشي حالها للتورست. نشوف هلا. اوكي هذا اخذ الاويل وحيروح فيه على هذا الميناء ويروح فيه على البلاستيك بلانت مشان لانه اقرب طريق. اوكي مو غلط. طيب لم مصاري لم. وهدول لسه عم يحاربوا. يلا منيح عم يشتغلوا الشرطة الجيش. هدول عم يعبوا الاغراض بس ما عم يبيعوا لنا شيء، فبدنا ننتظر شوي بس لحتى الكهرباء تجي. المشكله الكهرباء اجت بعيده. اذا بتطلع هون الكتريسيتي شايفين، فلازم نحط هون شغله لحتى توزع الكهرباء لقدام. بس لازم نجيب المصاري حقها. قد ايه حقها هي؟ حقها 2000. لحظه 2500. اول وحده ب 2500 لحتى نفتحها. بس طب يلا منيح هذا تعبى الاويل فعم يعبوه صاروا بالمرفأ. فهلا هيك صار فينا شو اسمه كنا عم نخزن الاغراض بس ما بعرف اذا عادت تفيد هي الفكره. هات لك بتعرف كونتينيو بلاينج. بعرف لما تصير 50000 خلص بيعتبرك انك انت فلست وخلصت الجيم، بس عادي انت هون فيك تكمل يعني. شايفين فشلنا فعليا. انا هيك فشلت بس مو قضيه. هلا بنعدل. شو اخبار الشعب؟ الشعب عنا شغل بس خليه هلا بيجي لك. خلص بقى بعدين. هاي الدبابه لحقته بده يقال يجي يدمر الباور ستيشن. طيب احنا ممكن نجي هون ونحول المصاري. نجيب 4500 اذا دفعنا ال 5000 اللي عنا. ما بنستفيد كثير، ممكن بعدين. The citizens are demanding elections. I will deliver an amazing speech. انا بعرف الليبرتي سيئه واللي هو ما حنعمل له شيء بس هي سيئه. الانفايرمنتالست نحن اسفين من البطيخ. حنتهم الايست. قال لك نو ون.
اوكي. nothing. ما في داعي. والله في عندي ضدي ناس ما بدها تنتخب. لانه البلد مفلس. كويس كثير. بلد مفلس. البلد مفلس. By vague and unspecified threats. Oh, rest assured, nothing is vague and unspecified. في مؤامرة كونية. Let us speak of growth. For like a tenacious weed, tropical vandalism has been denounced by the palace as sour grapes. Poor people simply don't understand the pressures of wealth, a spokesperson said. هدول جايين بدهم يدمروا الباور بلانت. اوكي. واحد جديد. نبيع الكانت جودز. لا، حنبيع الكورن. يس. ثانك يو. اعطيني 10 اميجرنتس. وهذا اعطاني 2000. يعني بلشنا شوي نحرك. حنجي هون بوليتكس، حنقول له اعطيني اسك فور فاينانشال ايد. هلا هيك صار عنا 20,000. وهدول شغالين. ما في، مستحيل. فرطة الاقتصاد فرط. هون في فلوس 14,000 بس. شكله حينقلبوا علينا. انتخابات زي الزفت. حتى الحكومة ما عاد بدها يعني. اوكي. حنبيع لذر. وقف شوي. حنروح هون. لا مو هون، هون. شو عندك اشياء ممكن تساعدنا؟ Boost your image. هذا حيرفع شوية انه الناس شوية تحترمني اكتر. هلا مش ممكن تلعب بالاصوات. مشان ضل قاعدين. ايها شايفين شوية الامور احسن صارت. وهون في معارك كتير بين الهي والريبلز. في ناس كتير بلا شغل واللي هو شيء كويس. هاد عم يعبي. بلشت الامور تتحسن ترى. هلا بس نوصل كهرباء لهون الامور المفروض عن جد حتتحسن. وقف. اوكي. الكتريك سب ستيشن، حنحط وحده هون. حنحطها هون. واظن المفروض انه تعطي لهي. هي بتمد ال ايه. زبط لي النتائج لو سمحت. حلو، كهرباء وصلت. هيك تمام. طب نعمل ريسيرش هون. هل في شيء ناقص هون ما عملناه؟ خلينا نعمل هدول. حلو، هون ناقص شيء؟ لا، هذا ناقص بس ما مشكلة. Comrade, read these encoded instructions. Visit Eastonbrook Embassy. حلو، هذا معناته انه لازم جيب البريزيدنت. I do too much enemies all around. حقول له هون. حقول له visit building هاد. Look left. Look right. Statistically every one of those people could be a spy. Be vigilant. And report all strange activities. Visit building. Especially from family members. هو وينه؟ هو هون. ما عندي ماني. الزيارة الرئاسية بدها فلوس. طيب ماشي، هلا مزبطة. Victory is yours, Presidente. I knew that you would succeed.
بفوز شريف بدون أي مشاكل. طيب نبيع الميت؟ لا ما حنبيع الميت، حنبيع الرم. لا ما تسطيل على الأخير. حنبيع بلاستيك. We all know that El Presidente hates bullies. So when superpowers try to bully Tropico, Presidente says, no more trade for you. حلو. أسلحة. An impromptu vandalism. كنت أنا موقف الأسلحة بيع ما بعرف ليه. فهيك تمام. طيب اي اول ريج، والاول ريج هذا الثاني شغال، البلاستيكس شغال. حلو نبلش. شو نعمل هلا؟ نسكر الناس بس خلينا نجيب شوية فلوس. صعب بهاي الجيم انك توازن الامور. طيب هات لا خلينا نشوف الشعب ليش زعلانين، ليش عم يعصبوا، ليش بدهم يروحوا يعملوا هذا الجوبز. عندنا مشكلة انه في ناس كتير ما عندها خمسة بلا شغل. الجوبز عادي. لا ليبرتي، ليبرتي هابينس موديفايرز. اوكي ليبرتي ايميترز. البالاس منزل، ارمي بيس منزل، ثياتر منزل، وات ايفر. طيب فيث، خلينا نظبط الاشياء الثانية. هيلث كير، هيلث كير بيلدينجز عندنا واحد كلينيك بس ويا دوب ملح. طيب تعال انت هون وجيب لي هالفلوس وبعدين نتصرف. خلينا نظبط الهيلث كير. اذا اجينا لهون وقلنا هوسبيتال، هوسبيتال بدنا تقريبا 12000 لنظبطها، اللي هو شوي صعب بس وارد. طيب انت يا استاذ حتروح تجيب لي فلوس. شكرا. وكان عندي هذا المبنى اللي هلا ما بنيناه. ايا صوفيا تعا، ايا صوفيا حننزله هون. لا احطه هون فوق بعدين منظبط له مكان، يعني منظبط حواليه. هاد هلا هيك منجيب له هلا شارع ومنظبط الامور. هاد صار ما حد حدا يموت من ال ما حد حدا يموت من ال شو اسمه من المرض. اوكي تشينج، لا ما بدي اغير الليبر بوليسي. اكسبل، لا ما حاعمل هذا الحكي. هدول الالايز بدهم يعني قلع هذا من السفاره. هذا الشيء تفاهه. هاي اسمها عبي فلوس. يلا ماشي الحال. الاقتصاد زبط اخيرا، توازن. دائما لازم يكون عندك مصادر انتاج دخل جديده، يعني دائما بدك تظبطها هيك. هلا هذول هون شغالين. هات لك هون سبيشال سيتيزنز. كريمنلز ما في كتير، بس اللي حاعمله هلا انه بدي بلش اشتغل على السكيورتي تبع المكان، فبدي احاول احط جنود اكثر وتشيك بوينتس وهيك. اذا بتيجي تطلع هون في شيء اسمه تشيك بوينتس، سكيورتي تشيك بوينت. فهو مثلا خلينا نقول انه هون في عندك تشيك بوينت، هي حاجز، حواجز امنيه. نحط حاجز امني هون. وينه هذا طالع لهيك؟ ايوه هذا هون. نحط حاجز امني كمان هون. وبدنا نظبط هلا البيوت لحتى يسكنوا مشان ما بقى يعملوا قصص. حيلزمنا فلوب هاوس، بس خلينا نرجع فلوس شوي بعدين نشتغل عليها. طيب هل حتشحدونا شوية فلوس ولا لسه؟ بعد 4 شهور هذا جاي يكسر. هاي يا شباب اذا سمحتوا هون 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 هون. غريز ار بلانتينج ا بوم يا استاذ. لا ما حيمشي الحال هيك. لا حريقه. وات ذا هيل. لازمنا جيش جديد هون،
جنب هاي. العمى. طيب لا تعا انت. ارمي بيس؟ لا مو ارمي بيس. هاي. في شرطي هون. ما بعرف اذا بتفيد ولا لا بس خليها. طيب. هاي الهابينس، الهيلث كير هلا. هنشوف شو بنظبطه. الفلوس جايين. عم يجوا. طيب خلينا نظبط الفيزيت. قلنا بدنا نعمل فيزيت لهات. سيلكت البريزيدنتي. فيزيت بيلدينج. وتعال على السفارة. تعالوا طفوا الحريق هاي بليز. اوكي جايين ليكم موجودين. اه شيء حلو. هايدز ار نو لونجر تريندينج. ما في مشكلة اصلا ما عم بيع هايدز. اظن نعمل جولري هلا شوب هلا بس يخلص المعارك وحيلزمنا شوية موظفين. There's a new sport in the Tropican streets today called Rebellion. However, the palace warns that without a license to play, Rebellion is illegal. احترقت هاي. اوبا، هايربل ثريت. بيع شي جديد. هلا حنقوي الجيش بس نشتغل شوي على شغلة تانية أول بعدين نظبط. حنبيع التوباكو. عم بعمل عقود صغيرة. انه بدنا نلحق هلا كمان بدنا نعمل اللي هو التوريزم. There's a thin line between legal and illegal. You know, it's so thin, some days I can barely see it. اوكي حنعمل سباي اكاديمي هلا بنشتغل عليها كمان. حنعمل بريزن ولا دنجن؟ دنجن. هذا السجن يا شباب. حطوا هون جنب القلعة. مشان هدول المجرمين ينحطوا بالسجن. ايه؟ شو الأخبار هون؟ شو الأخبار؟ اه كويس. اظن هون لازم نحط ارمي بيس او شيء يعني ما حيمشي الحال. لازم نركب شيء هون على السريع. هذول كانوا مشغولين مع هاي. هاي ريبل ثريت. اوكي اعطيني فلوس اذا سمحت. شكرا. وانت جيب لي بقيه الفلوس. حلو وقف. خلص واقف هلا. خلينا نبيع اويل. حنبيع منه بسعر شوي اعلى. لا تعرف هي 8500 ما حابب ما جاب علي كبس كثير. وبعدين هون راح احط ارمي بيس. هي هيك تمام هيك صح. وبعدين هون راح احط هذا الشيء مشان بس نعبي هذا المكان. وهون حنحط هدول فلوب هاوس. واحد اثنين واحد اثنين. هون واحد وهون واحد وهون واحد اثنين. وهلا هون حنحط شوية حدائق بس لحتى نظبط الأمور. إنه هيك الوضع صار سيء جدا. هذا الشيء. هاي واحدة هاي الثانية. وهون بنحط ممكن نركب لنا كم من بيت. مشان ما حدا يشكي إنه ما في بيوت. بس كمان حيلزمنا باصات لحتى ينقلوا الناس محل لمحل. غرياز ار بلانتينج ا بوم. وهذا اللي بالتشيك بوينت شو عمل؟ بس هيك واقف؟ اتفرج عليهم من هون. ايوه برافو عليك. يلا.
اوكي هلا بنجيب مصاري ونظبط هذا الشيء. هلا هون كمان حتنبنى هاي، فالمفروض انه يتزبط شوي زياده اكثر. ايها الانفصاليون تبا لكم. حلو جبنا ثياتر. هلا نحن مو باني ثياتر هون بلا. هنبيع جولد. شو صار بالفيزيت بيلدينج؟ ما اجينا ولا لانه صار المعركة وهيك؟ الشوارع غير آمنة فصاحبنا قاعد بالهي. فصل الكهرباء again. والله طالما عم تنقلبوا تنقلبوا يا كلاب، فأنا حأتصرف هلأ تصرف تاني معكم. في عنا كمان واحد Uncovered Rebels 1. السجن شو أخباره؟ في حدا مليان عالم. هلأ بنبني له سجن تاني كمان. السجون ده تتعبى بهالبلد. طيب شو اخبار المصنع؟ كسروا لي القصر وانتهيت. خسرنا. هي يوميات تروبيكو فاشله، فشكلنا حنرجع نعيد الجيم شي مره تانية ونعمل يوميات جديده. شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.